تقل إلى دائرتين أعلى من ذلك. الاستراتيجية الدفاعية للمملكة العربية السعودية تقوم لصيانة أمن المملكة العربية السعودية وضد التحديات والتهديدات، معتمدة على الله سبحانه وتعالى ثم على قواتها المسلحة. وهناك أيضا دائرة أخرى، وعندنا الخطة الحكومية الطموحة رؤية المملكة 2030 أيضا أحد مرتكزاتها وتوطين الصناعات العسكرية. وبالتالي نحن نشاهد في هذا المعرض العالمي منصة ضخمة تحت سقف واحد فيها كل متطلبات تطوير الاستراتيجية الدفاعية من أجل صيانة الأمن الوطني، وأيضا تحقيق لرؤية المملكة 2030 في هذا المجال. هذا المعرض استقطب 42 دولة، استقطب مئات الشركات. استمعنا قبل قليل من أحد المصنعين إلى قدرات المملكة العربية السعودية وأين وصلت، وبالتالي مثل هذا العمل يساهم في التطوير، يساهم في التوطين، ولدينا خطة طموحة من أجل ذلك، يساهم أيضا في رفع كفاءة الأداء المالي والصناعي والتقني والإداري، يساهم أيضا في توفير آلاف مؤلفة من الوظائف لأبناء وبنات المملكة العربية السعودية، ولدينا أبناء وبنات شغوفون وقادرين على أن يحدثوا فارق عند مشاركتهم وإتاحة الفرصة لهم في مثل هذا العمل. هذا المعرض يستثمر فيه ضمن مكامن قوة المملكة العربية السعودية وموقعها الاستراتيجي، موقعها فريد وهي تقريبا في قلب العالم، وستكون المملكة العربية السعودية مع مثل هذه القوة الناعمة التي تستخدم حاليا والتي تساهم في دعم القوة الصلبة، والهدف النهائي ستكون واحدة من أهم مناطق سلاسل الإمداد في العالم. موقعنا الجغرافي مهم جدا بالإضافة إلى مقوماتنا الأخرى في مكان قوتنا السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية وخلافه. ذلك الاهتمام بالدفاع.